اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات روائع العلوم الطبيه الشرعيه. معلش انا حاسس ان الكاميرا بتهتز كتير جدا عشان الرياح شديده جدا، بس حبينا في الجو جميل جدا نشتغل مع بعض حلقه جديده. الممرضه هيدز بريسيدي دي عمرها 41 سنه، عملت ممرضه في عدد من دور رعايه المسنين في غرب بنسلفانيا لفترات قصيره ابتداء من عام 2018. بدايه وظيفتها كانت من 2018 وتنقلت بين العديد من دور رعايه المسنين. هيدز دي ليها تاريخ طويل من السلوك المسيء تجاه المرضى وتجاه الموظفين في كل منشاه صحيه بتروحها، كان بيؤدي ذلك الى استقالتها او انهاء عملها. كانت بتحب العمل في نوبات العمل الليلية لما عشان العدد بيكون في النوبات الليلية عدد أشخاص الموجودين عدد قليل. هيدز أرسلت رسالة نصية، الممرضة هيدز دي أرسلت رسالة نصية لوالدتها في الفترة ما بين عدة رسائل، مش رسالة واحدة، ما بين إبريل 2022 ومايو 2023. قالت لوالدتها ان هي بتبدي ليها عدم رضاها من التعامل مع العديد من المرضى والزملاء، وانها بترغب في ايذاء المرضى لان هي قرفانه منهم. كان زملائها في العمل اشاروا الى انها اظهرت الكراهيه تجاه المرضى بتوعها، وكانت بتتحدث عنهم بتعليقات مهينه. في مايو 2023 توفى المريضين، كان حالتهم مستقرة جدا وجيدة وكانوا خلاص هيخرجوا من المستشفى، والاثنين دول توفوا في منوبات الممرضة هيدز. فصارت الشكوك حوالين هذه الممرضة. بعد التحقيق اتهمت الممرضة هيدز بقتل المريضين، وأظهر التحقيق اللي أجرته الشرطة بعد ذلك عن كل الحالات في الوفيات اللي حدثت في منوبات هيدز إلى أنها قتلت 17 مريض بجرعات زائدة من الإنسولين. اعترفت فقط هي بقتل بمحاولة قتل 19 شخص أثناء عملها في 5 مراكز إعادة تأهيل مختلفة في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا منذ عام 2020 بحقنهم بجرعات زائدة من الإنسولين، بما فيهم المرضى اللي لم يكونوا مصابين بمرضى السكري أساسا، وده كان كله بيتم أثناء نوبات العمل الليلية. ومن المعروف طبعا أن الجرعات الزائدة من الإنسولين دي قد تؤدي إلى نقص السكر بشكل كبير في الدم وزيادة ضربات القلب، وممكن توصل للنوبات القلبية وتصل للوفاة. توفى معظم المرضى اللي حقنتهم بالانسولين هيدز بعد وقت قصير من تلقي الجرعه، سواء بعدها مباشره او بعدها بفتره وجيزه، وتراوحت اعمار ضحاياها ما بين 43 سنه وما بين 104 سنه. هيدز اقرت بالذنب في المحكمه وابلغت المحكمه انها كانت مسؤوله عن وفاه ما لا يقل عن 17 مريض في 5 منشات ما بين عامي 2020 و 2023، وحكم على هيدز بالسجن مدى الحياة لثلاثة أحكام متتالية بعد إقرارها بالتهم الثلاثة المتعلقة بالقتل من الدرجة الأولى، بالإضافة أنه اتحكم عليها بالسجن من 380 سنة إلى 760 سنة إضافية من السجن المتتالي ل 19 تهمة شروع في ارتكاب جريمة قتل وفقا للمدعين العموم. أصعب شيء أن تتخيل أن يحدث القتل من شخص محل ثقة، وأن الممرضة اللي دايما بتتصور على أنها هي ملاك للرحمة أنها تتحول إلى ملاك للموت. فهل من رأيكم، أرجو أسمع تعليقاتكم، هل من رأيكم أن الممرضة تحتاج إلى تقييم نفسي قبل التعامل مع المرضى أم لا؟ سعدت جدا بحضراتكم، ونلتقي دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.